عبير قمصية، مؤسس ومدير عام شركة متر بزنس. لما أسست شركتي كان همي الأول الارتقاء بصحة الإنسان العقلية وتحسين حياته وتحسين عمله. بس اليوم أنا انضميت لفريق مصطفى سلامة المتسلق الأردني حتى أرتقي بصحة الإنسان الجسدية. القمم هي حلمي وتحقيق الأهداف هو شغفي، والوصول لقمة أفرست رح يساهم في دعم مرضى السرطان في مستشفى الملك حسين. التحفيز اللي بنيت على أساسه شركتي هو نفسه اللي رح يوصلني لقمة أفرست، وهذا التحفيز هو اللي بدي شجعكم اليوم حتى تنضموا لإلنا وتدعمونا.